جمعية الأمل الدركية المغرب برنامج نجاح متنوع من خلال عدة نشاطات في كنيسة الثقافة التونسية التي تعتبر مقومات هوية الوطنية الجزائرية من خلال برنامج خلال مسابقة في الأكل ومسابقة في الرسم ومسابقة في أحسن زي التقليدي. كان الحفل ثري ومتنوع. نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد هذا النشاط وشكرا. إحنا لحد الآن يعني هذا